تتسارع نبضات القلب بمجرد وصولك إلى هذا المكان، فهنا الناس يعيشون آلاما من نوع آخر. قبل شهر رمضان انتشرت رسالة في موقع التواصل الاجتماعي ليكتب عن صراعه ليس مع المرض فحسب، بل عن وحدته وطول جلوسه في دار لرعاية المسنين وعدم التقائه بأقربائه. عبد القادر السنوسي شاب عرف نفسه بأنه يرقد في هذا المكان بعدما تعرض لحادث في مكان عمله ونتج عنه شلل كامل في جسمه، مما جعله طريح الفراش لمدة 20 عاما بمساعدة من صديقه الذي يزوره بين الفينة والأخرى، الذي كتب له ما يريده داعيا أن تصل رسالته للأفراد والجمعيات. كتب السنوسي رسالة موجعة وأعاد نشرها على الفيسبوك مئات الأشخاص حيث تفاعلوا معها، فخلال شهر رمضان توافد الزوار من كل مكان. جيت بلجيكا بالفيزا، بلجيكا جيت بالفيزا، دابا جيت في 90، جيت باش نخدم بلجيكا. انا في اوروبا، جيت باش في اوروبا باش نخدم بلجيكا. لا بقيت بزاف ما خدمتش، ما كانش عندي الوراق، بقيت بزاف هذه بزاف ما خدمتش، وربي العالمين جاب لي الخدمه. وتخدم في بلجيكا عند السوريين، هنا عند السوريين، انا سوري، السوريين هما هنا بلجيكا. وقعني كنت نعدل الكسوة على الطابلة، كنت نطويهم ونعملهم في الماشينة، كنت نعدهم في الماشينة كنت نعدل 55 كيلو، 56 كيلو، 57 كيلو. كانوا تما الكسوة عليه بزاف، كانوا تما بزاف نطويهم نعدلهم. هذيك بلجيكا الكسوة ديال الخردة، هذيك الكسوة، هما السوريين هما خدامين في ذيك الخردة. نمشي نشد وحدة 5 ليتاج، نمشي نشد وحدة باش ما تطيحش في الأرض، وهذيك وحدة طاحت، هذيك اللي كانوا تما اللي كانوا معايا بزاف وطاحوا عليا كلشي، كاع اللي طاحوا عليا هما اللي هرسوني هنا، ويدي ما نقدرش نفتحهم ورجلي ما قدرتش نتمشى. دابا 20 عام هنا في السبيطار، والحمد لله الحمد لله ديما حامد ربي. جابوني في الطوموبيل صغيرة، هذيك الطوموبيلات صغارين، جابوني في الطوموبيل صغيرة بالحدود ديال هولندا، الحدود هولندا حتى لبلجيكا. رموني تما، رموني في بولامبيك، رموني تما تما واحد لبناني قدام هذيك الساحة بولامبيك، رموني تما وخلوني تما وهربوا هما. هذاك السوريين ما عندهمش اوراق وانا ما عنديش الاوراق وهربوا، وهذاك اللبناني هو اللي عيط لابيلونس وداوني لسان بيير، ومشيت لسان بيير، والطبيب ديال سان بيير غوت عليا، قال لي علاش ما تعيطوش لابيلونس، هما ما عندهمش اوراق وانا ما عنديش اوراق. والحمد لله، وهذاك اللي كنت خدام عنده ومشى شدوه البوليس، شدوه داو للحبس وجابوه عندي هنا، جابوا عندي هنا في السبيطار، وجابوا عندي. يا عبد القادر ضيعتني وضيعت حياتي وضيعت اولادي، قلت له حتى انا الحياه ديالي وانا باقي صغير، الحياه ديالي مشات مضيعه، حتى انا عندي 26 عام، كانت عندي 26 عام. وعلاش تشكي البوليس؟ تخبر البوليس، تمشي عند البوليس تشكي البوليس، ما تخبرش البوليس، اللي نعطيك الفلوس وندير لك راسورانس. وحتى جاو البوليس اللي ما تبقاش هنا، اللي ما تبقاش هنا بلجيكا تمشي للمغرب. زيروني البوليس باش نقول لهم الحقيقه، وانا قلت لهم الحقيقه، قلت لهم نيشان الحقيقه، وذاك ذاك السوري اللي ما تخبرش البوليس، انا نعطيك راسورانس، راك فاهم، نعطيك راسورانس، ندير لك راسورانس ونعطيك الفلوس، ما تخبرش البوليس. وجاو البوليس بلجيكا زيروني، لما تبقاش هنا بلجيكا تمشي المغرب. قلت لهم ما عندي الوالد، ما عندي ما، ما عندي الحباب، ما عندي حتى واحد انا في المغرب، ما كانش اللي قابلني في المغرب. ولا بوليس بلجيكا اللي تبقى هنا الحمد لله، اللي تبقى معنا هنا بلجيكا، وعطاو لي الوراق الحمد لله، عطاو لي الوراق بلجيكا لابوليس. مشيت عند لاكومين اللي تبقى معنا هنا بلجيكا. الله ان شاء الله نمشي نشوف الاحباب يا ربي العالمين، وتجي عندي الوالده كل عام، كل عام تجي عندي الوالده كل عام. والوالد الله يرحمه، الوالد ديالي الله يرحمه، لكن مات
كان بغى يجي عندي لبلجيكا، كان بغى يجي عندي لبلجيكا وما عطاولوش هذاك الفيزا. والوالده مسكينه كل عام يعطيولها هذاك الفيزا، كل عام الوالده، وكل عام تجي عندي سكينه وفرحانه، وديما فرحانه وانا ديما فرحان مع التلفزيون، ونشوف المغرب نهار ونوض مع الصباح، مع الصباح ونفطر مع الصباح مع الثمانية، ونشرب الدواء ديالي ونمشي ندير الرياضه الكيني، ونعمل الرياضه والحمد لله. ما نشوف لا فاميل، دابا بالتسعين ما شفتش لا فاميل ديالي، جيت بالتسعين في اوروبا بالتسعين ما شفتش الوالد ديالي سكينة الله يرحمه، كان بغى نشوف الوالد با يجي اليوم غدا، اليوم غدا ما بغاش يعطيو له الفيزا، ومات مسكين الله يرحمه وتعصب ومات. كاملين لا فاميل، عندي عمي، عندي خالي، عندي لا فاميل، كاملين عندي لا فاميل تما في المغرب، الحباب ديالي كاملين خصني نشوف الحباب. بركان اصحاب بركان، اصحاب بركان. نعم كاين في الشارع محمد الخامس، احنا في الشارع محمد الخامس. جيت في 90، بالتسعين المغرب تبدل عليا دابا، واخا نمشي المغرب ما نعرفوش، كنت نعرف المغرب مزيان ونعرف الحباب، كنت مزيان الحمد لله. لا واخا نمشي دابا ما بقيتش نعقل، اللي عملت هذاك الاكسيدا صافي نسيت المغرب، واخا ما نقدرش نعرف هذا فلان وفلان وفلان، اللي مات مات، اللي مشى مشى، اللي تزوج تزوج، كاع ذوك الناس الكبارين ماتوا مساكين الله يرحمهم. وكاين ذوك الناس اللي خليتهم باقي صغارين كبروا ما شاء الله، ما نقدرش نعرفهم دابا، واخا نمشي المغرب ما نقدرش نعرف المغرب. انا خصني الحباب ديالي كل الحباب يجيو عندي الناس ان شاء الله، اللي بغى يجي عندي مرحبا به، عندي الزياره بالزوج حتى للسبعة ونص، مرحبا بكم اهلا وسهلا، اللي بغى يجي عندي كله حنا خوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا. ولم يخفي عبد القادر فرحته من ورائه، وأن زيارتهم هذه أدخلت السعادة لقلبه الحزين، وقد نسي نوعا ما الوحدة التي عاشها لمدة 20 سنة، متمنيا زيارة مسقط رأسه المغرب كي تكتمل الفرحة. وفي سياق هذه الزيارة الجميلة لتآلف المجتمع والتي بيّنت عن إيجابية المجتمع المغربي، موقف يعكس القيمة الحقيقية لموقع التواصل الاجتماعي في حياة المجتمع، وننوه أنه يجب أن تكون هذه المبادرة غير محصورة في لحظة واحدة، بل يجب أن تكون بادرة لزيارة وعيادة المرضى بشكل دوري، فالمستشفيات تحمل الكثير من القصص المؤلمة وتضم الكثير ممن يعانون الوحدة ولم يصل صوتهم لأحد، فلا بد أن نزورهم ونواسيهم.